السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدموا لكم طاقة مالحين معمرين بالجبن اللي غنحتاجوا فيهم المقادير التاليه. غنحتاج بات فيلتي، غنحتاج جبن، زيتون اسود والزعتر. غنمشيو لطريقه التحضير. من بعد ما سرحت لاباط ديالي حاول ما نضيعهاش، نجيب دابا المولات ونوضع فيهم العجينة ديالي. ماشي، انا غنستمر على نفس الطريقه. ثقبهم ندخلهم للفرن حتى يطيبوا، عاد نتلاقاو باش نعمرهم. دابا نخلط القياس اللي غنحتاج ديال الجبن مع الزيتون والزعتر. نخلط مزيان حتى نحصل على كريمة متماسكة. كيف ما كتشاهدوا سيداتي، لي طاغ ديالنا هما هادو، خرجناهم من الفران وحطينا عليهم الكريمة ديالنا ديال الجبن. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، جربوهم. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.